مساء الخير، مساء الخير خي الحاج حسن. أولا بدي أشكرك على هالاتصال، خاصة بوجود الأخوة الفلسطينيين ويلي صارت معهم الحادثة اليوم. أنا هلأ لعرفت بالقصة. طبعا هودي اللي على الأرض كانوا مخليط من كل شيء، بس بتعرف بيظهروا دايما القوات اللبنانية. إنما بدي أعتذر على اللي حصل اليوم، سواء كان من شان الإصابات بين الأخوة الفلسطينيين أو غيرهم، يعني الأبرياء اللي كانوا مارقين، أو بتمنى كان ما لازم تتواصل القصة لهون. بدي أعتذر من شان خاصة الأخوة الفلسطينيين، وخصوصا من شان التعرض للعلم الفلسطيني. العلم الفلسطيني هو رمز لفلسطين ورمز إنساني، كل العالم بيعرفوا إنه هيدي القضية الإنسانية. ما في إنسان بالدنيا عنده إنسانية إلا ما بيشعر بتعاطف نحو هذه القضية. من شان هيك هيدا اللي صار اليوم هيدا مستنكر منا نحن كحزب، وهيدا بنرفضه نحن بالأساس. والمؤسف إنه على الأرض ما في حدا مسؤول يقدر يميز الناس إنه لك هيدا مش علم سوريا ولا علم، وهيدا علم فلسطين. نحن حتى العلم السوري ضد أي تعرض له، لأن العلم السوري هو مش ملك نظام، العلم السوري هو ملك الشعب السوري ورمز لكل الشعب السوري. بس إنما هيك التعرض له بالشكل أكيد نحن ما بنقبله، لا للعلم الفلسطيني ولا للعلم السوري، وخاصة العلم الفلسطيني لما له من رمزية إنسانية. هلأ صار خلاف بين مع المرة اللي هن سوريين، وهن كمان كان عندهم استفزازات شوي. بس أنا خاصة من الأخوة الفلسطينية بدي أعتذر وأقول لهم أنا اليوم رح وصلها هاي القصة للحكيم بالتفاصيل، ولشوف هو شو بيعمل. أكيد بيعملوا إلا ليه. آخر شي بكرر اعتذاري لكم يا أخوة فلسطينيين، وبعتذر من العالم الفلسطيني أنا مباشرة، لأن هذا رمز لقضية إنسانية، رمز لوطن معذب، ورمز لوطن سليم. وأنا دافع دم من الكرمال، مش كرمال لا الحقيقة، بلبنان يعني مع هذا العدو. لما كنت بشبابي دفع الدم، ونشكر الله بعدني طيب اليوم. لذلك بكرر اعتذاري، وهي القصة رح توصل للحكيم. شكرا.